يلا سمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالتيار المحدث الجزء الثاني من المحاضرة مالتنا. التيار المحدث في البداية يقول لك عرف التيار المحدث. بس احنا قبل شوية بالجزء الأول أخذنا القوة الدافعة الكهربائية الحركية، صح لو لا؟ القوة الدافعة الكهربائية حركية، ودخلنا بأمور احنا بغنى عنها شوية، طلعنا خارج المادة. المهم هسه راح نجي للتيار المحدث. التيار المحدث الاي اندكشن قانونه، بالبدايه راح نعطيك القانون، هو قانون اوم. واضح؟ هو قانون شنو؟ اوم. شنو قانون اوم؟ شو يقول؟ التيار يساوي فولتيه على المقاومه، صح؟ الفولتيه هنا هي الاي موشن، لان احنا قلنا هي نفس الفولتيه. اي موشن على يمن؟ على ار. واضح؟ فهنا التيار المحدث هو اي اندكشن على اي موشن، عفوا على اي موشن على يمين على ار مقاومه. اي موشن اللي هي شنو؟ في بي ال ساين ثيتا على يمين على ار، ومرات الساين من كتبه لان بصوره عموديه. واضح؟ فهنا الاي اندكشن هو اي موشن على يمين على ار حسب قانون منه؟ اوم. قانون اوم شو يقول؟ التيار يساوي فولتيه على المقاومه، فالفولتيه هي اي موشن المقاومة R، مقاومة الدائرة، ومقاومة الأستاك، ومقاومة الجلفانوميتر، مهم هواي مقاومات عندنا مرات، هنفهمها بالمسائل. المهم هذا قانون الـ I induction. أقول لك شنو قانون الـ I induction؟ هذا القانون مالته. زين عرفوا الـ I induction شو تقول لي؟ من السر مال الفصل الثاني، سر الفصل الثاني شو يقول؟ يقول هو التيار الذي يتولد، تيار محدث. التيار المحدث هو شنو؟ هو التيار الذي يتولد في حلقة مقفلة، شو وقت؟ نتيجة للتغير الفيض المغناطيسي بالنسبة لوحدة الزمن. هذا التعريف مالته. بقول لك عرف الـ I induction، عرف التيار المحدث، شو تقول لي؟ هذا التعريف. شو تقول لي التعريف مالته؟ تقول لي هو الجواب، اكتب الجواب كتابة، تقول لي هو التيار المتولد في حلقة مقفلة أو مغلقة نتيجة للتغير بالفيض المغناطيسي بالنسبة لمن؟ للزمن. زين كيف يمكن زيادة، شو يقول لك السؤال؟ كيف يمكن زيادة التيار المحدث في حلقة مقفلة زين داخل مجال مغناطيسي متضارب؟ يقول لك شلون ازيد التيار المحدث، او شو يقول لك؟ يقول لك على ما يعتمد التيار المحدث لا اندكشن. اهل المدارس يحبون هاي الصيغه، جماعه المدارس المدرسين يحبون هاي الصيغه لان الطالب ينساها. جماعه الوزاره يحبون هاي الصيغه، اللي دائما تجي بالوزاره هيك صيغه، تمام؟ فعشان نسوي نحفظ صيغتين على مود ما ننساها ابد. يقول لك شلون ازيد التيار المحدث، او على ما يعتمد التيار المحدث صيغتين. خل اسولفكم هاي السالفه. مره قرايبنا او صديق، هو مو قرايب، مهم ربما لك اخ لم تلد امك، مو صح؟ فهو مثل اخويا. صديق بيتهم بالعماره. وين بيتهم؟ بالعماره. فهو قاعد يمي، كان والده خابره، فهو فتح يعني مايكروفون على مود يسلم على والده. فاش قال له شو وقت تجي؟ قال له ليش؟ قال له مو ان خلاص سعفن. هم عندهم مزرعه طبعا كبيره، واضح بالدوانب. قال له شو وقت تجي؟ قال له ليش؟ قال له مو ان خلاص سعفن. قال له شنو؟ هو قال له ان شاء الله راح اجي، يعني قريب اجي. وراها انا صفان قلت له تعال فهمني شنو نخلص سعفن؟ قال له هذا ابوي عنده مصطلحات خاصه بي. زين؟ قلت له زين شنو فهمني شنو نخلص سعفن؟ قال لي يعني النخلات تمرا، يعني طلع عن تمر، او راح يطلع عن تمر. زين؟ او لقحناها حتى يطلع عن تمر. واضح؟ فقال له شو وقت تجي؟ قال له النخلات سعفن. فهاي الكلمه ظلت ببالي نخلص سعفن. فخلينا نربطها وين؟ بالفيزياء. وين نربطها؟ بالفيزياء. النخلات شبيهن؟ سعفن. أنا اللي ركزت عليها منهم سعفن، النخلات بين النخلات سعفن.
سعفا سعفا سين السرعة النسبية بين الكثافة والساق. العين عدد لفات الملف. الفاء الفيض المغناطيسي الذي يخترق جوف الملف. النون النفوذية المغناطيسية لمادة جوف الملف. نفوذية المغناطيسية لمادة جوف الملف. واضح؟ أعيد. أولا سين سرعة الملف والساق. معدك ملف وعدك ساق. سرعة الملف والساق. عين عدد لفات الملف. واضح؟ هاي السرعة النسبية. هاي السرعة النسبية بين شنو؟ الملف والساق. بعد نانا عدد لفات الملف. بعد الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف. بعد النفوذية المغناطيسية لمادة جوف الملف. قبل كلهن شو تحط كلمة زيادة؟ شو تحط كلمة زيادة؟ يعني شو تقول لي؟ يقول لك شلون ازيد التيار المحدث او على من يعتمد التيار المحدث؟ يقول لك نزيده. اولا زياده السرعه النسبيه بين الساق والملف، زياده عدد لفات الملف، زياده الفيض الذي يخترق جوف الملف، زياده النفوذيه المغناطيسيه لماده جوف الملف. واضح؟ النفوذيه المغناطيسيه احنا مو قلنا بنستخدم ساق من الحديد المطاوع. هذا من حديد مطاوع وياي حديد المطاوع. هذا بنفوذية مغناطيسية. بالضبط. زين بنفوذية شنو؟ مغناطيسية. يعني شنو نفوذية مغناطيسية؟ يعني الخطوط المجال المغناطيسي تنفذ من خلاله. واضح؟ بس ما بنفوذية كهربائية من تلزمها ما تنتهي. واضح؟ يعني بنفوذية المغناطيس الخطوط تنفذ من خلاله. بس الكهرباء ما تنفذ من خلاله. يعني هسه هنا لو احط عليها ملفات ما بينفوذية كهربائية. واضح؟ يعني لازم ما نتي لان ما بينفوذية كهربائية. مثلت لكم بالخشبة، مو صح ولا؟ قلنا هاي الخشبة بها نفوذية كهربائية؟ لا، ما من الزمها احط هنا كهرباء الزمها منها ما نتي لان ما بها نفوذية كهربائية. فنفس الشيء هنا هذا ما بينفوذية كهربائية. ما تنتهي بس بنفوذية شنو؟ مغناطيسية. واضح؟ بنفوذية شنو؟ مغناطيسية. يعني هذا الملف مادة جوف الملف. يعني عندك هذا ملف هيجي بهالشكل، هذا الملف بنفوذية مغناطيسية. يعني خطوط المجال المغناطيسي تنفذ من خلال هذا الملف. واضح؟ خطوط هي الخطوط من تقرب المغناطيس. شوف من تقرب المغناطيس، هذا مغناطيس عندك شمال وجنوب، هاي منها تنبع، مو صح ولا الخطوط؟ فهاي الخطوط راح تنفذ من خلاله. واضح؟ زين واحد يسأل يقول زين هاي افتهمتها نفوذية شنو معناها؟ زين شلون انا زيد نفوذية؟ زين شلون اسوي الدولمة طيبة؟ من تحشيها زيادة؟ مو صح ولا؟ الدولمة شلون اسويها؟ ها جوعانين؟ زين الدولمة شلون نسويها؟ مو اي بعد لحم عافية بعد هفته. زين الدولمة نسويها طيبة من حشية زيادة، صح ولا لا؟ نصير حشوة مالتها زينة. زين مثلا السليك مو او ورق عنب مو احنا استاذية بها الشغلات. زين بعد البصل، بعد طماطة، بعد باذنجان اللي تقرب يمه مو طيب. زين بعد شنو عندنا؟ هوايه مهم هذني. شلون انت تسد النفوذيه مالتين؟ لا وليك النفوذيه بداخلين، تبيك انت جاي عندها شو؟ النفوذيه بداخلين شلون نسدها؟ تحشيها. فانا نفس الشيء هم تحشي النفوذيه. واضح؟ نفس الفراغ بالضبط. اي يعني انت تدرس النفوذيه شلون بادخال ساق من الحديد المطاوع. شلون ازيد النفوذيه؟ وذلك بادخال يعني تحشيه مثل الدولمه، وذاك بادخال ساق من الحديد المطاوع المغلق. هنا
ساق من الحديد المطاوع شنو؟ المغلق. زيد عندي النفوذيه المغناطيسيه. زين فهنا اجي مره ثانيه يقول لك على ما يعتمد التيار المحدث. راس شو تقول لي؟ سعفن صح؟ شو تقول لي؟ سعفن. سين سرعه الحركه النسبيه بين من؟ بين الملف والساق. زين بعد العين عدد لفات الملف. الفاء فيض المغناطيسي الذي يخترق الملف. النون النفوذية المغناطيسية لمادة جوف الملف بين قوسين وذلك بإدخال ساق من الحديد المطاوع داخل جوف الملف. زين يلا هسه افتهمنا السؤال الثاني. يقول لك زين شلون يتولد تيار محدث؟ شلون يتولد تيار محدث؟ انتبه وياي هسه هنا هذا عندك نجيب نقوم باجراء معين. شنو هذا الاجراء؟ نجيب سكه بشكل حرف يو مقلوب. واضح؟ بشكل حرف يو. شو نسوي؟ نخلي هنا مصباح بهاي السكه. خلي مصباح كهربائي. ليش؟ اذا يعتلق المصباح اذا اشتغل المصباح معناه شنو؟ معناه تولى التيار. اذا ما اشتغل المصباح ما تولى التيار. زين واحد شو يقول؟ يقول لي اشو مفتوحه هاي؟ احنا مو اتفقنا مغلقه؟ اي صح. احنا ايش راح نسوي؟ نحط هنا ساق مغناطيسيه راح تغلق الدائره. واضح؟ راح شنو؟ تغلق الدائره. يلا راح احرك من هنا الساق. راح احرك الساق طبعا الكثافه هياته وين؟ للداخل. تمام؟ الكثافة وين؟ للداخل. هاي الكثافة مالتنا. زين اصلا ما اعرف يلا اوف غلس علي بعد احسن. يلا وياي شنو عندك؟ عندك هنا سكة. سكة واضح؟ وهنا مربوط وياها مصباح. حطينا ساق عليها راح نحرك الساق. اذا تولد تيار معناه تولد تيار محدث. اذا اشتغل العفو المصباح معناه تولد تيار. اذا متوهج معناه شنو؟ متولد تيار. يعني شغلتنا فاشله صح ولا لا؟ فهنا التيار راح يتولد. واضح؟ راح احرك من هنا انتبه لي راح احرك من هنا الساق وذلك بحركه ساق داخل سكه بشكل حرف يو داخل مجال مغناطيسي كثافه فيض شنو؟ بي. واضح؟ طول الساق شو نسميها؟ ال. راح تتولد عندي عندي شنو هنا؟ عندي هنا شحنات موجبه وبعد شحنات سالبه صح ولا لا؟ راح تتولد شحنات موجبه وشحنات سالبه. زين شحنات الموجبه للاعلى والشحنات السالبه للاعلى راح تمر وين؟ للمصباح. راح تلقى المصباح. تمام؟ راح ايش راح تسوي؟ تعلق المصباح. زين اذا تحرك منا ايضا نفس الشيء متوهج المصباح. المهم اكو حركه. المهم شنو اكو؟ حركه. حركه لليمنى لليسرى اكو حركه. يعني اكو تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبه لمن؟ للزمن. بس عندي مصيبه بهاي الحركه. ايش راح يصير؟ هنا من اجيب قوه ساحبه اسحبها. قوه ساحبه افضل بل يعني اسحب. واضح؟ قوة ساحبة ايش راح تظهر عندي باتجاه المعاكس؟ قوة مغناطيسية ثانية يسموها قوة معرقلة. شو يسموها؟ قوة معرقلة. واي قوتين متعاكستين متساويتين صح ولا لا؟ اي قوتين متعاكستين ايش بيها؟ متساويتين. يعني انتبه وياي شوف انتبه لي. أنا دا أمشي أنا هاي السكة وأنا ساق مغناطيسية. تمام؟ دا أمشي في أمان الله بهاي السكة. تمام؟ أول ما مشيت باع عندي مهلي. أول ما مشيت أكو فشي لزمني. تمام؟ أكو فشي عاق الحركة مالتي. زين؟ يعني أكو قوة معرقلة لازمتني. فش أحتاج؟ شو أحتاج؟ قوة ساحبة على مود أمشي. تمام لو لا؟ أعيد وياي. أنا جاي أمشي من هنا. اكو شنو هنا؟ اكو قوه انا دا امشي. اكو قوه شنو؟
لزمتني، اكو قوه شنو معرقله، فش احتاج؟ قوه ساحبه تسحبني. شو احتاج؟ قوه شنو ساحبه، تمام؟ شو احتاج؟ قوه ساحبه، بحيث القوه الساحبه تساوي شنو؟ القوه المعرقله، بحيث القوه الساحبه تساوي شنو؟ فهنا على مود امشي انا مثل الاوادم، واضح؟ داخل السكه احتاج قوه ساحبه تساوي منو؟ القوه المعرقله. وش قد ما زيد قوه معرقله لازم تزيد قوه شنو؟ المهم لازم القوه الساحبه تساوي شنو؟ القوه المعرقله، واضح؟ لازم القوه الساحبه تساوي القوه المعرقله. شنو قانونه؟ قانون التيار اللي يتولد وطول الساق الال وكثافه الفيض. يا تيار هذا اي تيار اكتبه بهذا الفصل معناه محدث، اتفقنا؟ لو حتى ما اكتب يمه اندكشن انت لازم تعرفه تيار محدث. اي تيار بهذا الفصل معناه محدث. ارجع مره ثانيه، انا ايش عندي؟ عندي ساق مغناطيسي دا امشيها داخل سكه، هاي دائره مغلقه، صح؟ تحركت تحركت تولدت شحنات، يعني تولد فرق جهد، صح؟ شحنات موجبه وشحنات سالبه، تولد فرق جهد. هذا فرق الجهد راح اشغل المصباح، صح؟ توهج المصباح دلاله على انسياب تيار محدث، تمام لو لا؟ المشكله وين؟ انا من دا اسوي التجربه، من دا اسوي التجربه زين، سحبت الساق، ابالك واحد يجرها من هنا وياي، اباك واحد قدامي يجر بالساق، يعني انا دا اسحب هيك، اكو قوه تتعاكسني، كل ما اسحب اكثر اكو قوه تسحب اكثر، كل ما ازيد السرعه تزداد القوه. انا ايش عبالي؟ جني. لذلك سويت، رحت درست الحث الكهرومغناطيسي، عرفت بانه من ازيد القوه الساحبه تتولد قوه شنو؟ معرقله، يسموها القوه المغناطيسيه الثانيه، او شو يسموها؟ قوه المعرقله، المعرقله. وهي القوه الساحبه. القوه المعرقله والقوه الساحبه. زين، لو كانت هاي نقاط تولد تيار لو ما يتولد؟ شوف انتبه لي. اذا كانت اكس، هسه اذا كانت اكس، يعني وين هذا؟ بس انتبه لي، يعني وين هذا؟ للداخل، والسرعه وين؟ هيك مو صح؟ هاي السرعه وهذا للداخل، ايش قد الزاويه اللي بيناتهم؟ 90، ثاني 90 واحد. يعني اكو تيار. تمام؟ زين، لو كانت نقطة، لو كانت هاي نقطة، نقاط، ها معناها وين؟ للخارج، والسرعة من هنا ايش قد الزاوية بيناتهم؟ 90، ثاني 90 واحد. لو كان كثافة الفيض من هنا هيجي بشكل موازي، تمام؟ بشكل موازي، ركز وياي، ها منو هذا؟ كثافة الفيض، وها منو؟ السرعة، ايش قد الزاوية؟ صفر، صح ولا لا؟ هاي كثافة الفيض وهاي السرعة، ايش قد الزاوية اللي بيناتهم؟ صفر، ساين الصفر، صفر لا يتولد تيار. عرفت بيا حالة ما يتولد تيار؟ إذا كانت موازية للسرعة، إذا كانت كثافة الفيض توازي السرعة ما يتولد تيار، لأن الزاوية ايش قد راح تصير؟ صفر. أعيد مرة ثانية، ركز وياي. أنا عندي ساق مغناطيسية حركتها داخل سكة، ايش حركتها؟ داخل سكة. تحركت تولدت بها شحنات موجبه وشحنات سالبه، احنا متفقين على هذا الشيء بالقوه الدافعه الكهربائيه الحركيه، شحنات موجبه وشحنات سالبه. زين، من هاي الشحنات شوهجت المصباح، زين، يعني تولد تيار، امنتوا بالله تولد تيار. بس انا من سحبتها حسيت اكو واحد يجرها قدامي، عرفت بانه من اكو قوه ساحبه، اكو قدامها قوه شنو؟ معرقله. انا جاي احرك الساق بسرعه منتظمه، صح ولا لا؟ وإذا تحركت بسرعة منتظمة فأي قوتين متعاكستين متساويتين، صح ولا لا؟ فالقانون مالته هو I induction في L في B، واضح؟ I induction في L في B. شوية خلينا نطلع خارج الموضوع، شو تقولون؟ شوية هنا، تمام؟ شوية خارج الموضوع، أكتب هنا خارج السادس، خارج السادس. طبعا خلص الموضوع، هو التيار المحدث انتهى. شنو تعريف التيار المحدث؟ اعيد الموضوع مالتي، شنو تعريف التيار المحدث؟ تعريف التيار المحدث هو التيار المتولد في حلقه مقفله نتيجه تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبه لمن؟ للزمن.
شلون ازيده او عليه من يعتمد؟ يعتمد على زياده السرعه النسبيه بين الساق والملف، زياده عدد لفات الملف، زياده النفوذيه المغناطيسيه لماده الجوف الملف، الفيض المغناطيسي لماده الجوف الملف، وزياده النفوذيه المغناطيسيه لماده الجوف الملف. زين، ها عليه من يعتمد. زين، شلون يتولد التيار المحتف؟ شنو الطريقة؟ فذلك بحركة ساق مغناطيسية داخل سكة موصلة بشكل حرف U داخل مجال مغناطيسي. حركة الساق راح تولد تيار توهج المصباح. بس من حركة الساق ايش راح يصير هنا؟ راح تولد قوة معرقلة تعاكس القوة الساحبة. تولد قوة معرقلة تعاكس القوة الساحبة. القوة المعرقلة والقوة الساحبة نفس القانون، اثنيناتهم يعني متساويات. فشنو قانونها؟ الاي في الال في البي. زين، هاي الشحنه الموجبه اللي داخل الموصل، هاي الشحنه الموجبه اللي داخل الموصل، شحنه موجبه، تمام؟ زين، اللي داخل الموصل احنا ايش قلنا عليها؟ قلنا نحدد اتجاه القوه المغناطيسيه حسب قاعده الكف اليمنى، صح؟ القوة هذا خارج السادس، القوة المغناطيسية للأعلى والكهربائية وين؟ للأسفل. قوة كهربائية للأسفل أثرت بها شنو؟ قوة ساحبة. هاي الشحنة تبهذلت، هاي بين قوسين هاي الشحنة تبهذلت، قوة شنو؟ ساحبة أثبل. وأثرت بها من هنا قوة شنو؟ معرقلة أثبيتو. زين، هاي القانون اللي اخذناه شنو هذا القانون؟ القانون اللي اخذناه القوة المغناطيسية كيو في بي ساين ثيتا، صح؟ واحد شي يقول او كيو في بي عفو الساين، خلينا نعتبره عمودي، تمام؟ واحد شي يقول لعد ليش مو هذا القانون نفسه مال القوة المغناطيسية الثانية كيو في بي؟ عد ليش ما استخدمت هذا؟ ليش رحت على هذا القانون اللي هو الاي ال بي؟ ليش؟ هو نفس القانون اللي مستخدمه، بس انت مجال تلاحظ. زين، نفس القانون، هذا هو نفس هذا، هاي معلومة خارجية، أكرر هاي معلومة خارجية. واحد يقول شلون يعني نفسه؟ بس فرق بس بالسرعة. شلون يعني؟ هاي السرعة، هاي سرعة الساق، هاي السرعة، هاي سرعة الشحنات داخل الساق، واضح؟ هاي سرعة حركة شنو؟ الساق، من حركها مو بيها سرعة؟ والشحنات جاية تتحرك مو بيها سرعة؟ هاي سرعة الساق، هاي سرعة الشحنات داخل الساق. زين، وتساوينا الكيو ما عندي، راح أكتب قانون الكيو من الثالث متوسط. إحنا عندنا التيار يساوينا الشحنة على اليمن، الشحنة على اليمن على الزمن، صح؟ وسطنا بطرفين، الشحنة تساوينا التيار في الزمن. بدل الكيو راح أكتب التيار في شنو؟ في الزمن. في السرعة، شنو عندنا قانون السرعة؟ قانون السرعة هو المسافة على الزمن. قانون السرعة هو المسافة، المسافة على اليمن على الزمن. المسافة منو؟ ال L، مسافة مال الشحنة جات تتحرك بيها، ايش قد المسافة؟ L على الزمن T في الكثافة. فالزمن راح ويا من؟ ويا الزمن. ايش بقى عندنا؟ التيار في طول الساق في كثافة الفيض، واضح؟ اللي هو الاي في ال في بي، تمام؟ فهنا عندنا هذا هو، ترى هذا نفس القانون، خلنا امسحه على مود ما تدخل، بس دا افهمكم ترى هو نفس القانون. بس هنا ليش ما استخدمناه؟ لان هنا ما نقدر نحسب سرعة الشحنة، نقدر نحسب سرعة الساق، بس سرعة الشحنة ما نقدر نحسبها لان صعبة. فلذلك استخدمنا هذا القانون، القانون مال القوة الساحبة والقوة المعرقلة، ونفس القانون الاي في الال في البي، واضح؟ الاي في الال في البي. هاي بالنسبة لمن؟ للتيار منو؟ المحتث. التيار المحتث، شوف راح اعطيك سؤال. شو يقول السؤال؟ يقول كيف يمكن، هذا السؤال اجى ب 2016 الدور الاول، كيف يمكن توليد اولا تيار كهربائي، ثانيا تيار محتث. كيف يمكن توليد تيار كهربائي وتيار محتث؟ سهل. شلون اولد تيار كهربائي؟
يعني شنو تيار كهربائي؟ يعني هذا الكهرباء اللي عندي تيار محدث، يعني هذا الجاي يطلع منين؟ من الفيض. زين، احنا ايش قلنا التيار عباره عن شنو؟ شحنات. التيار عباره عن شنو؟ شحنات تحتاج شنو؟ قوه تحركها، صح؟ زين، فالتيار هذا التيار الكهربائي يحتاج الى قوه كهربائيه. منين جايه هاي القوه الكهربائيه؟ من مولد او بطاريه، تمام؟ هذا التيار مال بيوت مالتنا، منين نجيبه احنا؟ من مولده او شنو؟ بطاريه. احنا دائما نجيب المولده، ماكو بطاريه ضخمه هيك، واضح له ولا؟ فاقصد يعني اي تيار، تيار كهربائي منين جاي؟ التيار الكهربائي شلون نولد تيار كهربائي؟ تولد تيار كهربائي. وماذا نحتاج حتى نولد تيار كهربائي؟ نحتاج قوه كهربائيه يجهزها مولد او بطاريه. زين، واذا تيار محدث هم تحتاج قوه، بس يا قوه دافعه كهربائيه محدثه ناتجه من التغير بالفيض المغناطيسي بالنسبه للزمن. واضح الجواب مالتنا؟ هذا السؤال اجى ب 2016 الدور الاول. ايش قال؟ قال ماذا نحتاج لتوليد اولا تيار كهربائي، ثانيا تيار محدث. يعني انا لازم هسه اميز بين التيار مال بيوتنا والتيار اللي عندنا. تيار مال بيوت جاي من المولد، صح؟ والتيار اللي جانا احنا نستخرجه هنا بالفصل الثاني هذا من نتيجه تقريبه وابعاد، صح؟ جاي يغير بالفيض، اذا تولد قوه دافعه جاي تدفع التيار. جاي تفهموني؟ جاي يشغل المولد، جاي تتولد قوه، جاي تعطيني تيار. واضح؟ القوه جاي تدفع شنو؟ التيار او هاي الشحنات. فهنا شنو عندك؟ يقول لك ماذا نحتاج لتوليد تيار كهربائي؟ قل لي نحتاج لتوليد تيار كهربائي قوه كهربائيه. شنو نحتاج؟ قوه كهربائيه. تجهز هاي القوه، جهزها منو؟ مولد او بطاريه. بينما اذا قال لك تيار محدث تقول لي ما طلع محدث، يعني احتاج قوه دافعه كهربائيه محدثه ناتجه من، شلون تنتج القوه الدافعه الكهربائيه محدثه؟ بطاريه؟ لا، من تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبه لمن؟ للزمن. واضح هذا الجزء؟ قعدنا جزء صغير عمود ننهي اجزاء هاي المحاضره.